المدينة كيهيدي تحتضن فعاليات اختتام الملتقى التكويني لصالح السلطات الإدارية والعمد في ولايات غورغول، براكنا وجيديماغا. والي ترارزا يعقد اجتماعا بمدينة روسو مع المديرين الجهويين ورؤساء المصالح لوضع خطة عمل مشتركة لمواكبة النشاطات المخلدة للذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. أهلا بكم في نشرتنا الجهوية. نستهل نشرة أخبار الولايات من مدينة كيهيدي التي احتضنت اليوم فعاليات اختتام الملتقى التكويني لصالح السلطات الإدارية والعمد في ولايات غورغول، براكنا وجيديماغا. وقد مكن هذا التكوين من اطلاع المشاركين على مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز اللامركزية وتطوير التنمية المحلية. توسع المشاركون في الورشة الجهوية الثانية حول تكوين السلطات الإدارية والعمد على مجموعتين، الأولى تضم السلطات الإدارية في ولايات غورغول، براكنا وكيديماقا، والثانية خاصة بعمد هذه الولايات. وقد ساهمت العروض المقدمة في إثراء وتعزيز قدرات السلطات الإدارية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية. هذا اليومين تلقينا العروض من مكونين أساتذة وزراء سابقين، مكنتنا من كثير من الأعمال كنا بحاجة لها، وتبادلنا كذلك الآراء وطرحنا بعض الإشكاليات بصراحة منتهية وجميع المشاكل اللي تعرضوا لها. ملتقى هام ومهم للسلطات الإدارية والبلدية ونتائج التوصيات اللي تخاطبها مهمة، تعكس أهمية الدور المبذول في جهود جبارة متخذة من طرف السلطات العليا لتعزيز الدور اللامركزية والتنمية المحلية على المستوى الجهوي ومستوى المحلي. عمد بلدية غورغول، براكنا وكيديماغا تابعوا عدة عروض حول مجال التسيير الإداري والمالي للبلديات ونوعية العلاقة مع مختلف الشركاء لنهوض بأداء هذا الجهاز الخدمي. نشيدوا طبعا بأهمية هذا المنطقة ونقولوا على أنه كان غاية الأهمية ومفصول فيه، واستفدنا منه كثيرا ما شاء الله، وهو كان الغاية اللي مطلوبة. ونشيدوا إذا كان مولي على أنه لا من الأهمية العاطية الدولة للمواطنين وللأمة بصفة خاصة، ولأن هذا كامل من اهتمام رئيس الجمهورية اللي عاطي للبلديات وعاطي للشعب كامل. اليوم تكوين المجال الإداري والمجال المالي، ما واحد فيه البلديات به، اللي البلديات فيهم اللي له العمد، فيهم اللي سنين وفيهم اللي جديد السنه وعد العمد، وذاك يعطيهم المعلومات اللي ما كانت عندهم، والتكامل بيننا احنا كاملين في مجال اللامركزيه، مجال الاداره ومجال المالي. وهذا على كل حال يعكس رغبه الدوله في تكوين العمد وجعلهم اداه وطنيه للتنميه المحليه. شغال دومين وديش دوين سيمينار. جئنا من كيديماغا للمشاركة في هذا الملتقى المهم لتعزيز قدرات العمد، ونأمل أن يساعدنا على معرفة طرق التسيير الإداري والمالي والمساهمة في تنمية البلديات، وكانت العروض مهمة واستفدنا منها. احنا من يامس حاضرين هون في سيمينار يعني تكوين إداري يعني العمد، والتكوين المالي يعني العمد، وهي مهمة حتى بدون التكوين هاوي والعمد بهم وحدين جدد ما باتوا طبقوا ياسر من ما باتوا عدوا ياسر من التكوين يعني لا جيستيون دي كومينال. وتأتي ورشة كيهيدي في إطار سلسلة الورشات التي أطلقتها وزارة الداخلية واللامركزية بهدف تعزيز قدرات السلطات الإدارية والعمد في مجال التنمية المحلية وتطوير مؤسسات اللامركزية. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. إلى ولاية طرارزة، حيث ترأس الوالي سيد محمد والأحمد مولود بمدينة روسو زوال اليوم اجتماعا مع المديرين الجهويين ورؤساء المصالح بالولاية. وقد خصص الاجتماع لوضع خطة عمل مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية والمنتخبين والسكان لمواكبة النشاطات المخلدة للذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. وقد حث الوالي الحاضرين خلال الاجتماع على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية، داعيا جميع الموظفين إلى متابعة ورقابة المشاريع المنفذة في الولاية.
وخلال كلمته بالمناسبة تحدث والي الترازة عن ضرورة مشاركة الجميع في الفعاليات المخلدة لذكرى الاستقلال المجيد. احنا العام اللي نخلد ان شاء الله ذكرى 63 عيد الاستقلال الوطني. هذه ذكرى جايه ظرف خاص اللي هو السنه الرابعه من ماموريه فخامه رئيس الجمهوريه اللي كانت ماموريه حافله بالانجازات وفيها قدر من التحديات كورونا وغيرها والحرب الاوكرانيه والظروف اللي فيها العالم. غير هذا كامل الحمد لله على الرغم من هذه الامور اللي هي تم تجاوزها بجدارة بفضل السياسة الحكيمة والتوجه المدروس والمتوازن للسلطات العمومية بتوجيهات السيد الرئيس، إلين الحمد لله تخطى البلد مراحل عويصة فهم بلدان أخرى حقيقة تأثرت بها وكانت نتائج عليها سلبية. وهذا اللي يجعلنا نذمن هذا الإنجاز، وذاك يلا يجل في الفرصة اللي متاحة لنا اللي هي فرصة الاستقلال الوطني اللي يا الله يعود فيها احتفاء بها وبهجة بها، وراجين ان هذا التوجه يعود سلوك عام مقاطعة ترازة وسلوك خاص مدينة تروس لان هي العاصمة الولاية وفي المصالح الجهوية كاملة مقراتها. إلى ولاية ترس الزمور حيث حضر الوالي سيد محمد مختار والعبدي والسلطات الإدارية ورؤساء المصالح العمومية وطواقم التأطير التربوي صباح اليوم رفع العلم الوطني بمدرسة الشناقطة في مدينة زويلات. وبهذه المناسبة أدى والي الولاية زيارة للفصول التربوية اطلع خلالها على وضعية الحجرات الدراسية وظروف سير الدروس في المدرسة قبل أن يعقد اجتماعا مع الطاقم التربوي للمدرسة خصص للاطلاع على أهم المشاكل المطروحة للمدرسة وطاقمها التربوي من أجل البحث عن حلول مناسبة لها. كما أدى والي إنشيريا السيد إدريس ديمبا كوريرا صباح اليوم زيارة تفقدية للمدرسة رقم 7 بمدينة أكجوجة حضر خلالها رفع العلم وأداء النشيد الوطني قبل أن يتجول رفقة السلطات الإدارية والأمنية والتربوية داخل مختلف أقسام المدرسة للاطلاع على مستوى التلاميذ ومدى استيعابهم للدروس المقدمة من طرف المعلمين. كما عقد الوالي اجتماعا بالطواقم التعليمية ومدير المدارس العمومية وآباء التلاميذ حثهم خلاله على بذل مزيد من الجهد للرفع من مستويات التلاميذ. وخلال هذه الزيارة أكد والي إنشيري ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح العملية التربوية بالولاية. لاحظنا حضور التلاميذ حضور جيد، وأيضا لاحظنا أيضا حضور المعلمين نسبة مرتفعة جدا من الحضور، ونحث أباء التلاميذ أولا على متابعة أبنائهم في متابعة الدروس سواء كان في المدرسة أو في المنازل، ونطلب منهم تكوين مجموعات في المراجعة، بمعنى أنه أي فصل يعود هناك مجموعة من التلاميذ يراجعون مع بعضهم في بيوتهم بعد المدرسة، لأن هذا سيرفع من مستوى التلاميذ. ونحثهم أيضا على توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ، لأن لاحظنا عدم اقتناء الكتاب المدرسي لبعض من التلاميذ، ونحث القائمين على هذه المدرسة على مضاعفة الجهود، لأنه مدرسة تقع في حي حش، فبالتالي يجب على الكل مضاعفة الجهود من أجل مساعدة الطلاب. نعود إلى مدينة رصو حيث أطلقت بعثة من الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية صباح اليوم الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية وتلقيح المواشي لسنة 2023-2024، وذلك تحت شعار محاربة الحرائق الريفية مسؤولية الجميع. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحملة المناطق الرعوية وأماكن الانتجاع في مختلف مقاطعات ولاية ترارسة.
وقد أبرز رئيس قسم الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية في مقاطعة روسو طبيعة وأهداف هذه الحملة. هذه بعثة جاءت من الاتحادية الوطنية للمنمي، جاية في قضية التحسيس، في قضية الحرائق ودقة الحيوان، وإن شاء الله تعالى لا تنطلق ولا ترجع البعثة، والله تمشي باطل عن القوارب، ولا تسنتي الأقسام اللي موجودة هون، رؤساء الأقسام موجودين هون كاملين على مستوى الترارسة، تسنتي إن شاء الله تعالى عملها وتحسيسها على مستوى كلها على مستوى مقاطعته. خطة العمل هي الاتصال بالمنمين وتحذيرهم من الحرائق وتوصية الرعيان على عدم قد النار في الخلاء وتنبيه أهل الحموم عنهم يتم يحذروا. خطة عمل متكاملة إن شاء الله تعالى. نعود إلى ولاية غرغل، حيث احتضنت مدينة كيهيدي حفل انطلاق الأنشطة السياسية لتيار أهل الضفة تحت عنوان مأمورية ثانية لرئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني. واستعرض منسق التيار السيد بابا والبنيوغا أهداف هذا التيار ودوره في تنشيط الساحة السياسية في ولاية غرغل والعمل على شرح وإبراز الإنجازات التي استفادت منها هذه الولاية في المجالين الاجتماعي والتنموي. وقد تطرق عدد من أعضاء تيار أهل الضفة إلى الهدف من إطلاق هذا التنظيم وما سيضيفه للمشهد المحلي، مؤكدين وقوفهم خلف رئيس الجمهورية وتثمينهم لاهتمام سيادته بتنمية وتطوير الولاية. إلى ولاية دخلة نواذبو، حيث نظمت محضرة التقوى بمدينة نواذبو حفلا لتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقة القرآن والسيرة النبوية، بالإضافة إلى تكريم بعض طواقمها التربوية. ويسعى القائمون على المحضرة من خلال هذه المسابقة إلى المساهمة في الرفع من مستوى طلاب المحضرة وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم وخلق تنافس إيجابي بين الطلاب وتشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة. نهاية نشرتنا الجهوية، تذكر بالعناوين. مدينة كيهيدي تحتضن فعاليات اختتام الملتقى التكويني لصالح السلطات الإدارية والعمد في ولايات غرغل، براكنا وجيديماغا. والي ترابزا يعقد اجتماعا بمدينة روسو مع المديرين الجهويين ورؤساء المصالح لوضع خطة عمل مشتركة لمواكبة النشاطات المخلدة للذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني المشيد. نهاية النشرة، إلى اللقاء.